الوردي وخط الشهادة اخترناها لأننا كنعرفوا صوتها وكنعرفوا كذلك محبتها للفرقة الموسيقية هذه وكذلك لجمعية الطاول للموسيقى. فأنا باسم كل أسرة الشودري أقدم لها هذه الباقة. معكم سلوى الشودري فنانة ومشاركة في احتفالية تطوان المجتمع المدني بهذه المناسبة الطيبة. كان لي شرف المشاركة بأغنيتين هي من ألحاني وأيضا أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. هذه الاحتفالية هي احتفالية بتطوان بشاعر وب يعني بتكريم الملحن التطواني القدير الأستاذ المصطفى محمد المصطفى. وكلمة الأغنية التي ستغنيها الفنانة والمطربة فاطمة زهرة القرطبي. يعني مثل هذه الأجواء أنا سعيدة بهذا هذه المشاركة وأتمنى أن تكون تطوان قد حققت نوعا من يعني النشاط الفكري والعلمي بكونها كانت هذه السنة هي عاصمة الثقافة والفكر. طيب الشودري الرئيس الشرفي لجمعية الطاون للموسيقى، هذا الحفل ينظم في إطار الاحتفال بتطوان عاصمة المجتمع المدني الذي كان لي شرف رئاسة الجلسة الأولى لهذه الاحتفالات بحضور شخصيات ووازنة وبحضور وزراء مثل السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد توفيق وكذلك وزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وكذلك بعض الشخصيات الأخرى التي ساهمت في بكلماتها وبمجهوداتها في افتتاح التظاهرة الثقافية لمدينة تطوان عاصمة المجتمع المدني. هذا الحفل حفل خاص، قصته أنه في افتتاح التظاهرة تطوان عاصمة المجتمع المدني ألقى الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ألقى كلمة في آخر الكلمة، ألقى كذلك أسمعنا قصيدة، قصيدة سماها أميرة الحمائم تتحدث عن تطوان. بعد سماعنا للقصيدة وإعجابنا بها عرضنا على الملحن التطواني الأستاذ محمد مصطفى تلحينها، فوافق بعد إعجابه طبعا بالكلمات، وعرضنا اللحن على الشاعر الكبير الدكتور سالم بن محمد المالك فأعجب كذلك باللحن وأصر على أن يحضر حفل تقديم هذه الأغنية سماها أميرة الحمائم. فهذه الحمامة الآن تطير، لم تعد حمامة واحدة ولكن أصبحت حمائم كثيرة تجول
في سماء تطوان فوق أسوارها وفوق معمارها، وتنبش في تاريخها العريق، تاريخ الأدب والموسيقي والثقافي عموما. فنتمنى أن تنال رضا الجمهور هذه السهرة الخاصة بمدينة تطوان وقصيدة أميرة الحمائم. شكرا.